Can't you stay a little longer? You got me going under. I'm a weak child. برافو برافو، يجنن. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ دي صوتها وحش جدا. عايز اسال حضرتك سؤال، لو البنت دي عامله حفله ببلاش اروح الحفله بتاعتها؟ لا طبعا، حتى لو هتدوني فلوس عشان اروح اسمع البنت الفقيره دي عمري ما هسمعها. طيب لو قلت لك الفنانه نانسي عكرم عامله حفله ب1000 جنيه تروح ولا لا؟ طبعا هروح، حتى لو اكتر من 1000 جنيه. طيب على فكره احنا عاملين تجربه، وهي دي اللي واقفه قدامك نانسي عجرم بس مغيره شكلها وعامله نفسها فقيره. ايه ده؟ الفنانه نانسي عجرم؟ انا بحبك قوي، ارجوكي خليني اروح الحفله بتاعت نانسي عجرم. لا انت كان قدامك فرصه تسمعها وببلاش بس انت رفضت، وده يعلمنا ما نحكمش على الكتاب من الغلاف بتاعه. انا حزين حزين. يا ريت تكونوا اتعلمتوا حاجه من التجربه بتاعتنا النهارده، ما ينفعش نحكم على حد بسبب شكله او لبسه. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، أشوفكم المرة الجاية في تجربة جديدة. باي باي. يلا أشوفك بكرة يا حسين. مع السلامة يا فنانة، تعبناكي معانا النهاردة. ايه ده؟ مين اللي بيعزف بطريقة جميلة ده؟ مساء الخير، انت عزفك جميل قوي. ياريت لو عجبك العزف تساعديني بأي فلوس، لأن زي ما انت شايفة أنا فقير جدا. سيبك من موضوع الفلوس دلوقتي، قولي بجد انت اللي كنت بتعزف؟ أيوة دي موهبة عندي من زمان. طيب أنا هديك ال 500 جنيه دول، بس كمل العزف اللي انت كنت بتعزفه دلوقتي، وياريت توافق، أنا عايز أصورك بالموبايل بتاعي. ايه ده؟ 500 جنيه بحالهم؟ ده انت لو عايزاني أتشقلب هتشقلب. طبعا صوريني لو انت عايزة. يلا ابدأ. 3 2 1. ايه رأيك؟ انا مش مصدقة، انت موهوب جدا. انا مش عارفة انت مش بتستخدم ليه الموهبة دي علشان يجيلك فلوس. ما هو ده حلمي، بس انا مش عارفة اوصله. نفسي الناس تسمع الفن بتاعي. طيب ايه اللي منعك تعمل كده؟ انت عارفة مش دايما بنوصل لكل حاجة احنا بنحلم بيها، وبعدين انا دايما حظي مش حلو. لا صدقني انت محظوظ، واعتبرني انا الحظ الحلو بتاعك. أنا شغالة في شركة بتكتشف الموهوبين، وصدقني أول حاجة أنا هعملها إني هبلغ المدير بتاعي، أنا هعرفه إني قابلت شخص موهوب زيك، وهو أكيد هيوافق نبين موهبتك للعالم. ما أعتقدش إنه هيوافق. صدقني أنا متأكدة إنه هيوافق، أنا هجيلك بكرة في نفس الميعاد ده، وإن شاء الله يكون معايا أخبار حلوة ليك. أنا متشكر جدا إنك بتحاولي تساعديني، وشكرا على ال 500 جنيه دول، هيساعدوني قوي، مع اني عارف ان دي اخر مره هشوفك فيها، لان مديرك يستحيل يساعد حد فقير زيي. صدقني الفقر مش عيب، انت في الاول وفي الاخر انسان. صدقني هجيلك بكره وباخبار كويسه. يلا سلام، اشوفك بكره. ايه رأيك يا فندم في الفيديو بتاع نانسي عجرم؟ برافو عليكي، الفيديو جايب 10 مليون مشاهدة على تيك توك، والحفلة بتاعتها اتحجزت بالكامل. في حاجة تانية عايزة تعرضيها عليا؟ ايوة يا فندم، في حاجة عايزة اوريها لك، صدقني هتعجبك قوي، انا متحمسة ليها جدا. قابلت ولد بالصدفة وطلع فنان وبيعزف حلو قوي. يا ترى الولد ده عنده متابعين كتير على اليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك؟ لا خالص يا فندم، ما عندوش اي متابعين. طيب مين الولد ده؟ ثواني هعرض عليك الفيديو يا فندم، انا صورته وهو بيعزف. ايه القرف ده؟ انت جايبالنا ولد فقير من الشارع؟ ايوه يا فندم هو فقير بس بيعرف يعزف كويس.
وأي حد بيعرف يعزف كويس هنخليه مشهور؟ أنا مش ممكن أخلي الولد ده يشتغل معانا، هنصرف عليه كتير جدا وفي الآخر أكيد هيفشل ويبقى خسرنا الفلوس اللي صرفناها عليه. صدقني يا فندم، ده موهوب جدا وأنا متأكدة إنه هينجح، وده المفروض الهدف بتاعنا، إن ندي الموهوبين دول فرصة علشان يظهروا للناس. خلاص الموضوع انتهى، أنا خدت القرار، استحالة الولد ده يشتغل معانا، ويلا اتفضلي كملي شغلك. حاضر يا فندم. فريدة انت فين؟ انا هنا يا ماما. معلش يا فريدة، حضري الاكل علشان انا راجعة تعبانة قوي من الشغل. على فكرة يا ماما، انا شفت الفيديو بتاع نانسي عجرم واستفدت جدا من التجربة دي. كويس يا حبيبتي انه عجبك، بس عايز اسألك سؤال. اسألي يا ماما. لو انت معدية وشفت راجل فقير في الشارع بس عنده موهبة جامدة قوي، هتقفي تسمعيه ولا هتقولي تفقية مش هسمعه؟ لو موهوب هقف طبعا يا ماما، مش هتفرق معايا اذا كان غني او فقير. صح يا بنتي والله، ياريت كل الناس تفكر زيك كده. هو ايه اللي حصل يا ماما بالظبط؟ الشركة عندي رفضت ولد موهوب جدا علشان هو فقير وموجود في الشارع. انا حتى صورت له فيديو هبعتهولك على الموبايل بتاعك. طيب يا ماما، لو انت مقتنعة بيه ما تخليه يشتغل معاكي. ما انا بقولك يا حبيبتي الشركة رفضت انه يشتغل. لا يا ماما، انا قصدي انتي افتحي الشركة لوحدك. انا بصراحة نفسي افتح شركة بس مش معايا فلوس للدرجاتي. طيب يا ماما، ممكن اعمل شير للفيديو اللي انتي صورتوه له؟ اعملي، بس ده ملوش لازمة علشان الشركة هي اللي كانت هتشهره بسرعة كده. الفيديو بتاعك اصحابك بس اللي هيشوفوه. وكمان يا ماما ممكن تخليه يدخل المسابقات. عندك حق، انا هحاول، مش هفقد الامل مع الولد ده. يلا يا حبيبتي اعملي لي الاكل بقى. حاضر يا ماما. ازيك يا أسامة، عامل ايه؟ شكلك زعلان، مش قلتلك الشركة هترفض؟ بصراحة كان عندك حق، هم رفضوا فعلا، بس انا عندي فكرة. انا هخليك تدخل مسابقة عاملاها المدينة هنا للموهوبين، وانا متأكدة ان شاء الله هتنجح وتوصل للي انت عايزه. لا مسابقة ايه، صدقيني مش هتفرق. اذا كان الشركة بتاعتك رفضت اكيد هترفض في المسابقة. صدقني انت محتاج بس فرصة، حاول، ما تعرفش الخير هيجيلك منين. عندك حق، مش هخسر حاجة. خلاص انا هعدي عليك بكرة الساعة 10 الصبح، حاول تنام كويس عشان تبقى فايق بكرة في المسابقة. يلا المتسابق اللي بعده. مساء الخير. ايه ده، انت ايه اللي دخلك هنا؟ ربنا يسهل لك يا حبيبي. لا انا مش جاي اشحط، انا جاي للمسابقه. ضحكتني والله. مسابقه ايه يا ابني، احنا مش عاملين مسابقه للشحاته. صدقوني انا مش شحات، انا الظروف بس هي اللي خلتني ابقى كده. انا كنت انسان طبيعي زيكم لحد من 3 سنين فاتوا، وكان عندي بيت واب وامي بياخدوا بالهم مني، لحد في يوم ماما نسيت البوتاجاز شغال ورجعت من بره لقيت البيت ولع وبابا وماما ماتوا، ومن هنا حياتي اتغيرت وبقيت في الشارع وخسرت كل حاجة. حلوة القصة اللي انت مألفها دي، يلا اطلع برا. ماشي، انا غلطان اني جيت هنا اصلا. طمني عملت ايه؟ مش قلتلك بلاش نيجي، انا اترفضت من غير معزف اصلا وقالولي كلام وحش جدا. معلش انا ما كانش قصدي احطك في اي موقف محرج، انا كنت بحاول اساعدك واخلي الناس كلها تشوف موهبتك. انا اللي زي ما حدش هيشوفه اصلا في الدنيا، ارجوكي خليني زي ما انا، وانا مش عايزه اتعشم باي حاجه، انا هرجع مكاني تاني ودي الحياه اللي انا تعودت عليها دلوقتي. يا خساره. يا خساره، كان نفسي الولد ده ينجح قوي. خد يا ماما، انا عملتلك عصير يهدي اعصابك. انا عارفة يا ماما اللي انتي متضايقة بسبب اللي حصل مع الولد، بس انا هفرحك دلوقتي بمفاجأة حلوة قوي.
بصي يا ماما، انا نزلت الفيديو اللي انتي بعتولي على اليوتيوب وجاي في اقل من يوم 10 مليون مشاهدة. ايه ده، انتي بتتكلمي بجد؟ وريني كده يا بنت. ايه ده، ده بجد ده جايب 10 مليون مشاهدة، والكومنتات فيها شركات بتحاول توصل للولد. احنا نجحنا نجحنا، انا لازم اروح افرحه. خير، عايزين ايه تاني؟ انت نجحت يا اسامة والناس كلها عارفاك دلوقتي. ازاي ده حصل؟ احنا حطينا الفيديو بتاعك على اليوتيوب وانتشر جدا وجاب ملايين المشاهدات. حتى صاحب الشركة اللي انا بشتغل فيها بعد ما كان رافض دلوقتي عايز يمشي معاك عقد. ايوه، احنا يشرف شركتنا ان انت تنضم ليها، انت موهوب فعلا. ايه ده، انا نجحت نجحت.